الحسين الله مرحبا مرحبا من ثنيات الوداع.
وسنياتي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله تا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سعد وإلى متمسكين بسنته وطاعته
أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من المغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناه القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من حوائها السعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحيا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مغذولين واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا الله 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 يا